الحياه كيفكن؟ انا مايا واليوم حنعمل دي اي واي كرافت بورد مغناطيسي لنعلق عليه المكياج. اذا بدكن تعرفوا كيف عملت هالدي اي واي بدكن احضروني. نحن عايزين ورق ملون رقيق، ورق جليتر، مقص ومسطره وقلم رصاص، فرد شمع وكمان الخرطوش تبعه، مغناطيس وشريط اذا حابين تعلقوه، قطر كمان نقص المغناطيس، كمان صفد. بدنا صينية بيلزق عليها المغناطيس، وبالآخر الميك اب تبعنا. أول ستيب بدنا ناخد الصينية نحطها على الورقة وناخد قياساتها ونقصها ونلزقها بطريقة مرتبة. بعد ما نلزقها ناخد الصفد ومنصير نلزقهم دور مندار الصينية. نبرمها للصينية ومنلزق الورقة الجليتر من جوا كرمال تبين مرتبة. بناخد المغناطيس بنقصه وبنقيم الورقة البيضاء كرمال نلزقها على الميك اب لتقدر تلقط المغناطيس والميك اب على البورد. حبيتوا هالفيديو وحابين تشوفوا اكثر؟ اتركوا لي كومنت تحت بالكومنت بوكس وما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب. باي.